أسعد الله مساءكم أعزائنا المشاهدين ومرحبا بكم في المساء اليمني. قال مبعوث الأمم المتحدة لليمن إسماعيل ولد شيخ أحمد اليوم الاثنين إن الرئيس هادي على استعداد للدعوة لوقف إطلاق النار يوم 15 ديسمبر الجاري ليتزامن مع محادثات السلام التي تقودها الأمم المتحدة في سويسرا. وتأتي هذه الهدنة المزمع تنفيذها مشروطة بإطلاق سرح بعض السجناء لدى الميليشيا على رأسهم الصبيحي وزير الدفاع. إذن تعود المفاوضات كحدث أبرز إلى جانب الحرب لتشغل بال اليمنيين. فهل ستنجح هذه المرة بعد أن فقد اليمنيون عشرات الآلاف من الضحايا بين قتيل وجريح؟ وهل اتفقت المواقف على وقف الحرب؟ وما مدى جدية الميليشيا بالالتزام باتفاقاتها؟ وقبل ذلك هل ستنجح الهدنة وتفريج الميليشيا عن السجناء؟ فإذا كان هادي يذهب إلى المفاوضات وهو يتكئ على قوة التحالف ومناصري شرعيته، فإن الميليشيا تذهب إلى المفاوضات عبر المزيد من قتل المدنيين، وهو ما ترى أنه ستخضع به الساسة وتحسن من مواقفها. هذا ما سنتناوله في مسائنا اليمني لهذا اليوم مشاهدينا. سيكون ضيوفي عبر السكايب الأكاديمي والمحلل السياسي محمد عثمان من الدوحة، ومن القاهرة الكاتبة والباحثة السياسية ميساء شجاع الدين، وعبر الهاتف سينضم معنا من الرياض الأستاذ رشاد الشرعبي المسؤول الإعلامي للمجلس التنسيقي للمقاومة بتعز، وكذلك العقيد ركن سمير الحاج الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة. مشاهدينا الكرام، قبل أن نذهب إلى ضيوفنا ندعوكم لمشاهدة هذا التقرير. تصر الأمم المتحدة وموفدها إلى اليمن على ذهاب كافة الأطراف اليمنية إلى جنيف مهما كانت الظروف وعبر مختلف الطرق. بعد جولة مكوكية قام بها إسماعيل ولد الشيخ في دول المنطقة، التقى خلالها بالكثير من اللاعبين الإقليميين والمحليين، أعلن بالتزامن مع الحكومة وممثلي الميليشيا وحليفها المخلوع عن موعد انعقاد مؤتمر جنيف 2 في منتصف الشهر الجاري. محادثات السلام يتزامن موعدها مع هدنة إنسانية مشروطة بإطلاق سراح بعض السجناء لدى الميليشيا ورفع الحصار عن المدن، أو هذا ما أعلن عنه حتى اللحظة. لينتقل ولد الشيخ إذن بخطوات غير ثابتة من مرحلة الشكوك إلى بوابة اليقين باتجاه جولة ثانية قد لا تسفر عن حل ولا توقف الحرب إلا لتعود من جديد، فالسلام يحتاج لقوة تحميه وتضمن عدم انهياره، وهو ما تفتقر له المحادثات المرتقبة. فخطوات بناء الثقة وإعادتها بين الأطراف المتقاتلة قد تبدو الحلقة الأصعب نظرا لتاريخ الميليشيا وصالح السيء في هذا الجانب، حيث لا يمكن الركون إلى تعهداتها. وخطواتها في هذا المجال ما زالت شاهدة للعيان منذ بداية انطلاق الميليشيا، رغم تصريحات ممثل الميليشيا الذي أكد بحث سبل وقف إطلاق النار وما يليها من خطوات بناء الثقة. تظل الحرب هي الأكثر وقعا من التصريحات وما تفرضه من واقع مغاير عما ينشده اليمنيون كافة منذ أصبح هذا البلد مسرحا تتقاطع فيه مصالح معسكرات دولية، وأصبح أكثر حساسية وعرضة للموت أكثر من أي وقت مضى. فقد بلغت القلوب الحناجر أو تكاد، وبات الناس في اليمن بحاجة ماسة لكسر حالة الجمود السياسي والبحث عن مخرج جاد يجنب اليمنيين المزيد من الدمار. إذا نعود إليكم مشاهدينا الكرام، أجدد ترحيبي بكم وبضيفي بداية عبر السكايب الأستاذ محمد عثمان الأكاديمي والمحلل السياسي. مساء الخير أستاذ محمد. مساء النور، أهلا وسهلا بكم، وتحياتي لك وللسادة المشاهدين ولضيوفك الأعزاء. مرحبا بك أستاذ محمد. بداية أود أن أسمع منك تعليقك على تصريح ولد الشيخ بشأن الهدنة المعلن عنها منذ منتصف في منتصف الشهر. والله حقيقة أختي، نحن منذ أشهر ونحن نتابع يعني هدنة سابقة، ثلاثة هدنة أخرى، ثلاثة ولم يتم تطبيق شيء على الواقع. حقيقة ما يحدث لا يوجد أي ضمانات حقيقية. للأسف موقف الأمم المتحدة ومبعوثها واللاعبين الكبار اللاعبين نعم. الدوليين لا يوجد أي ضغط حقيقي على جماعة الحوثي وعلي عبد الله صالح لتطبيق القرار أو للمجيء لمباحثات حقيقية والتزام بتطبيق ما سيتفق عليه، على افتراض أنهم سيتفقون على شيء أصلا. لا يوجد أي ضمانات لهذه
مباحثات او لما سيسفر عنها اساسا. ثانيا الهدنه، انا لا اتوقع انه ستتم هدنه اصلا. نحن نتمنى ان يصلوا لحل سياسي وان تكون هناك هدنه نهائيه وان يقف نزيف الدم، لكن ما يحدث على الواقع للاسف، نحن حتى لو تلاحظي اخت العزيزه من قبل فتره نبهنا انه سيحدث هناك خلط للاوراق وسيتم لعب باكثر من ورقه، الارهاب، الاغتيالات، اشياء كثيره. لا توجد اي بوادر حسنيه تدل على ان الحوثيون وعلي عبد الله صالح جادين في هذه المباحثات او في الوصول لحل سياسي. هم لا يتعاملون الا مع سياسه امر واقع. نعم. من برايك وللاسف نعم من برايك وللأسف أختي دعيني تفضل قلت وللاسف انه المجتمع الدولي ومجلس الامن الأمم المتحدة لم يجبروا، يعني أصدروا قرارات ولم يجبروا الحوثيين وعلي عبد الله صالح على تطبيقها. يعني مثلا لما تصدر قرار بعقوبات على علي عبد الله صالح ونجله، ونرى نجله يسرح ويمرح في الإمارات وأموالهم لا أحد يقترب منها ويعيفون في الأرض فساد، لا يوجد جدية من المجتمع الدولي في تطبيق قراراته وإلزام الحوثيين بالالتزام بها. يعني علي عبد الله صالح والحوثي إذا حسوا أن المجتمع الدولي جاد سيرضخون للحلول، لكن هم الآن يستهترون بالدماء اليمنية ويلعبون على أكثر من اتجاه للأسف. طيب رأيك أستاذ محمد، يعني أنت قلت أن هناك خلط للأوراق مثل الإرهاب والاغتيالات، من هو المستفيد الأول بمثل هذه، يعني بمثل هذا خلط الأوراق الذي تحدثت عنه؟ بالطبع المستفيد الأول، وهذا معروف للعامة حتى، مش للناس الواعيين والمثقفين، مثلا من المستفيد من إقلاق الأمن وقلب الأوراق مثلا في عدن واغتيال المحافظ وعمل تفجيرات وافتعال الإرهاب وداعش والظواهر هذه؟ من المستفيد؟ يعني بالعقل والمنطق، هناك إذا حدثت جريمة نحن إذا أردنا أن نعرف من وراءها فلنبحث أولا من المستفيد منها. فعلي عبد الله صالح وجماعة الحوثي هم المستفيدين الأولين، يعني من ما يحدث من خلط، وهم يراهنون على خلط الأوراق وعلى تدخلات دولية وعلى غرار ما يحدث في سوريا وغيرها. يريدون تضخيم والتهويل ما يسمى بداعش التي اصطنعوها. فللأسف يعني نحن من المنطق لو افترضنا جدلا أن هناك إرهاب أو هناك داعش، طيب الحوثي يدعي أن داعش هذه عدو، لماذا داعش لا تفجر جماعات الحوثيين؟ لماذا لا تهجم على علي عبد الله صالح؟ لماذا لا تقتل احد منهم؟ لماذا لا تفجر هناك؟ يعني زي داعش اللي موجوده في سوريا تقاتل الى جنب صف بشار الاسد. نعم. طيب يعني تقاتل المعارضه، تقاتل الجيش الحر وتقاتل المعارضه، وعلى نفس السياق داعش العفاشيه التي ظهرت في 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 الجنوب في المحافظات الجنوبيه هي اداه من ادوات علي عبد الله صالح، وهي القاعده وداعش وكل هذه اوراق الجميع يعرفها، حتى المجتمع الدولي واللاعبين الدوليين يعرفون هذا الكلام جيدا، ولكن للاسف هم لا يأبهون للدم اليمني اصلا، وهناك مصالح تدار يعني للاسف. نعم. طيب استاذ محمد، يعني هناك انباء تقول ان يعني حديث عن هذه المشاورات بالتغافل عن قرار 22/16، يعني ما دلاله ذلك ان فعلا تمت المفاوضات على، يعني ان لم تتم فعلا هذه المفاوضات على قاعده قرار الامم المتحده؟ اذا لم تتم المفاوضات بناء على قرار الامم المتحده وسقف المفاوضات، فانا اظن بوجهه نظري انه الحوثيون وعلي عبد الله صالح نجحوا في تمييع القرار وحرف المسار عن ما كان مرسوم له، وهذا ما حذرنا منه كثيرا، انه كنا نقول اطاله امد المعركه وعدم الجديه في الحسم وعدم دعم المقاومه الشعبيه وعدم التحرك بوتيره اعلى وعدم اتخاذ قرارات من قبل الحكومه وكل هذه الاخطاء التي كانت تحدث، هذه اعطت فرصه للحوثيين. فإذا نعم. تم التنصل من القرار 22/16 فمعناه أنه إحنا رجعنا لنقطة الصفر واعترفنا بسلطة الأمر الواقع وسلطة الميليشيات. نعم. طيب أستاذ محمد، اسمح لنا يعني أن نشرك معنا في حوارنا الأستاذة ميساء شجاع الدين الكاتبة والباحثة السياسية. مساء الخير أستاذة ميساء. مساء النور أستاذة ميساء، يعني أود أن أسمع منك تعليقك على تصريح ولد الشيخ بشأن
الهدنة المعلن عنها في منتصف الشهر القادم، هل بدأنا نضع أقدامنا على أولى الخطوات لجنيف 2؟ أتصور هذا هو عمليا من الناحية العسكرية يبدو أن كلا الطرفين صار عاجز على أنه يحسم يتقدم أكثر من كذا. طبعا نعم أستاذة ميساء، يبدو أن الخط انقطع معك، نعود إليك. عادت الأستاذة ميساء؟ أيوه أنا معك. تفضلي تفضلي. اسمعيني؟ أسمعك الآن. أيوة. فهو الحوثي مش حيقدر يتقدم أكثر من كذا. السعودية واضح أنها عجزت عن أنها تحقق نصر عسكري في تعز لأسباب متعددة. كمان يبدو أن هناك مشكلة في السكايب معك أستاذة ميساء، سنحاول التواصل بك من جديد. عادت الأستاذة ميساء؟ إذن سنحاول التواصل بك مرة أخرى أستاذة ميساء ولو بالهاتف. عودة إليك أستاذ محمد، كنا نتحدث عن قرار 22/16، برأيك إذن أستاذ محمد هل نتوقع أن ينصاع الانقلابيون فعلاً لمضمون القرار 22/16 ويسلمون الأسلحة، خاصة يعني أم أنه سيحدث انسحاب فقط شكلي للإظهار بأنه تم تنفيذ ولو جزء من هذا القرار؟ والله حقيقة هم على الواقع الآن الحوثيون وجماعة علي عبد الله صالح يطرحون تساؤل، أنه يقولوا نحن نسلم الأسلحة الثقيلة لمن؟ هم يحسوا انه لا يوجد سلطه فعليه على الارض وحكومه فعليه على الارض، ويسعون لزعزعه كما اسلفت، يسعون لزعزعه الامن والاستقرار في المناطق التي حررت وفي المحافظات كعدن، حتى يقولوا للعالم لا يوجد شيء على الواقع، لمن نسلم؟ نسلم لخصومنا للمقاومه مثلا، وهذا يتطلب اتخاذ قرارات جديه من قبل الرئيس هادي ومن قبل الحكومه بعودة الحكومة كاملة وممارسة كافة مهامها واتخاذ قرارات قوية والزحف بالجيش الوطني نحو تعز وتحرير تعز، حتى نثبت للعالم أن السلطة عادت فعليا على الأرض ولها وجود فعلي. إذا تحجج الحوثيون بموضوع تسليم السلاح، هناك إمكانية أن المجتمع الدولي بإمكانية أن يأتي بمراقبين ولجان رقابة دولية وقوات حفظ السلام أو بأي طريقة كانت، المهم هو انتزاع السلاح من هذه الميليشيات، الأسلحة الثقيلة خصوصا التي نهبتها من مخازن الدولة، يعني نهبت مئات الدبابات والمدرعات، كل أسلحة الدولة في يد هذه الجماعة. فلذلك قرار 22/16 هو فسلام الله أنه لا يوجد هناك دولة، لا نحلم بدولة مدنية مستقبلا، هذه الميليشيات لا تجيد إلا القتل والقتل فقط، يعني تقتل الناس وتتهمهم بالإرهاب، تقتل المحافظات وتتهم أن فيها دواعش. علي عبد الله صالح يلعب مخابراتيا والجميع يعرف مخبر القاعدة والقاعدة كيف كان يلعب بها، وينشئ لنا جماعات إرهابية هنا وهناك ويلعبون بالدم اليمني، يعني اليمن تنزف. نحن الآن نتمنى أن يصل الجميع لحل سياسي وهدنة دائمة وإيقاف تام لنزيف الدم وتطبيق قرار 22/16. قرار 22/16 لا يقصي جماعة الحوثيين ولا يقصي علي عبد الله صالح، قد يفهمه البعض أن هذا القرار مجحف بحقهم، لا، هذا القرار يسحب منهم الأسلحة ويقول لهم ابتعدوا عن مؤسسات الدولة وتعالوا إلى طاولة الحوار السياسي. نعم. تعالوا كجماعة سياسية كحزب سياسي، لا أحد سيقصيكم، نحن نتحدث من هذا المنظور، الجميع أجبر للدخول في هذه الحرب والمقاومة ضد هذه الميليشيات، نحن كنا لا نريد الحرب ولا نريد الدماء ونتمنى أن تقف الآن. نعم أستاذ محمد، إذا ابقى معنا يعني نعود إليك بعد أن نستمع للأستاذة ميساء شجاع الدين. مرحبا بك مرة أخرى أستاذة ميساء. مرحبا. نعم، نظرا لسوء يعني التواصل بك عبر السكايب عدت الينا عبر الهاتف. استاذه بيسا، كنت تتحدثين عن صعوبه الحسم العسكري بالنسبه لكلا الطرفين وقلت بان هناك اسباب عده، هل اوجزتي لنا هذه الاسباب؟ بالنسبه لتعز، نعم، السعوديه كما يبدو التعامل مع يعني كان المفروض انه معركه بشكل موازي مع الحركة الدموية،
لكن واضح الامارات كان تركيز على الصدر، لان الامارات كانت تعمل قضايا وتركت الصدر مع الصدر. الامارات واضح انها مش كلها بنفس الصدر السعودية. نعم استاذة، استاذة ميساء يعني هناك رداءة في الصوت، اعتذر منك بشدة، يعني لا ادري لما الصوت سيء من المصدر. شكرا لك يا استاذة ميساء، سنحاول التواصل بك مرة اخرى ان استطعنا ذلك. عودة اليك استاذ محمد. طيب استاذ محمد، يعني كما قلت انت هناك تعنت من قبل الميليشيا في مساله تسليم السلاح، طيب هناك اتهامات ايضا متبادله، الحكومه الشرعيه تقول بان هناك تعنت شديد من قبل الحوثيين بالنقاط السبع وباحاديثهم حول كثير من الامور والاشتراطات حتى يعني يخرجوا انفسهم ببساطه، الطرف الاخر ايضا الميليشيا هي تتهم الحكومه بأنها متعنتة في مسألة تمسكها بتنفيذ القرار 22/16 وأنه لا يوجد يعني تراخي من قبل الحكومة في هذا الشأن. إذا كل طرف من الأطراف يعني لا توجد نقاط مشتركة لكي يجتمعوا عليها، كيف ستتم جنيف 2 بهذا الشكل؟ هو أنا كما أسلفت قلت لك أنه إذا في جدية من الأمم المتحدة ومبعوثها ولد الشيخ، ايضا الرعاة الدوليين للمبادرة الخليجية من لهم تدخل في الشأن اليمني بشكل عام، اذا ضغطوا، يعني هنا احنا لا نتحدث عن قرار 22/16 كنصوص عامة، انما يجب التفاوض حول آلية تنفيذية لتنفيذ هذا القرار. يعني نعم الحوثيين الان يقولوا كيف القرار هذا مجحف بحقهم، يعني عندما تتناقش حتى مع الحوثيين السياسيين أو ناشطيهم أو كذا يقول لك هذا القرار مجحف بحقنا، يقول سلموا الأسلحة للمقاومة أو لا ندري لمن. فيجب بحث آلية لتطبيق هذا القرار، أما التنصل عنه فهو مصيبة، هو مشكلة كبيرة. يعني نحن الآن الشعب اليمني أكثر من 25 مليون يعيش حالة مأساوية، يعيش حالة من الحالة لا إنسانية، يعني الجوع والقتل والدماء والدمار، يعني البلد دمرت تماما بسبب هذه الميليشيات وسبب تعنتها. فإذا كانوا جادين يقعدوا إلى طاولة حوار ويتفقوا على آلية لتنفيذ هذا القرار، كيفية تسليم الأسلحة الثقيلة، آلية معينة لفترة انتقالية قادمة للتهيئة لانتخابات. هناك نقاط تفصيلية كثيرة، إذا كان هناك جدية من الأطراف جميعا سيصلون. وبالطبع أختي، نحن في الأخير حتى مهما حصل، مهما تحاربنا، مهما حصل من حرب وقتال، بالأخير لابد أن يصل الناس إلى حل سياسي، لابد أن يتفق الجميع ويقعدون على طاولة الحوار جميعا. لذلك نختصر المسافة ونحافظ على ما تبقى من هذا البلد. نعم، إذن اسمح لنا أيضا أستاذ محمد عثمان أن يشترك معنا في الحوار الأستاذ رشاد الشرعبي المسؤول الإعلامي للمجلس التنسيقي للمقاومة بتعز. مساء الخير أستاذ رشاد. مساء النور أختي العزيزة، ومساء الخير على ضيفي الكريم والمشاهدين الكرام. مرحبا بك أستاذ رشاد. ربما يتكرر السؤال الذي كنا نسأله في جنيف واحد الآن، هل أنتم موافقون كمقاومة على ما تم الحديث عنه مثلا اليوم عن هدنة إنسانية تتم؟ بالتأكيد أن أي حلول تدفع إلى السلام أو تؤدي إلى السلام وحق انتباه اليمنيين الجميع معها، لكن ما هو واضح الآن من خلال ما يدور على أرض الواقع أن ما يعلن عنه غير ما هو على أرض الواقع. الميليشيا الانقلابية تقوم بعمليات حشد وتعزيزات إلى القبائل وخاصة في تعز، وهي مستمرة في عمليات الحشد وأيضا في اعتداءاتها. الآن قبل قليل سقط 4 شهداء وسط مدينة تعز. هل هذا يؤكد أو يدل أو يشير إلى أن هذه الميليشيا تسعى لإحلال السلام وحقن الدماء
لكنها هي تسعى لاستهلاك عملية المفاوضات لبسط وسيطرة على أرض الواقع. نحن لن نقبل بغير تنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 وإحلال السلام وانسحاب هذه الميليشيا من مدينة تعز تحديدا وبقية المدن، وتسليم سلاح الدولة إلى السلطة الشرعية. هم أعلنوا مسبقا وسبقوا هذه المفاوضات بالإعلان عن رفضهم تسليم السلاح أو حل الميليشيات، وهذا يؤكد أنهم لا يسعون لأي حلول، وإنما يعملون على استغلال الوقت كعادتهم. الشعب اليمني جربهم والمجتمع الدولي جربهم كثيرا، والأمم المتحدة تحديدا هي التي وفرت لهم الغطاء وشرعنت لهم إجراءاتهم الإنقلابية حتى وصلنا إلى الحال الذي وصلنا إليه حاليا. ولذلك يجب أن يكون هناك ما يؤكد حسن النية ويبني الثقة بين المتفاوضين، وأول ذلك أن تتوقف عملياتهم وهجماتهم، وثاني شيء الإفراج عن المختطفين السياسيين والإعلاميين وغيرهم، وبعدها يتم التفاوض على تنفيذ قرار مجلس الأمن. نعم، طيب أستاذ رشاد، كيف تفسر يعني حديث إسماعيل الدشيخ بأن الرئيس هادي على استعداد للدعوة لوقف إطلاق النار يوم 15 ديسمبر؟ إذا كان في كل مرة تكون الهدنة أو الدعوة لوقف إطلاق النار تأتي من طرف الشرعية أو من طرف التحالف ولا استجابة من الطرف الآخر؟ أختي العزيزة، نحن مجبرون كشرعية أو كمقاومة على أن نخوض هذه الحرب، ولذلك بالعادة أنهم المعتدين ونحن ندافع عن أنفسنا وعن الشرعية القائمة، ولذلك من الطبيعي أن يعلن الرئيس عن وقف إطلاق النار. لكن ما هو واضح وما هو دائم ولدينا تجارب فيه هو أن هذه الميليشيا لا تلتزم بأي اتفاقيات ولا تلتزم بأي مفاوضات لوقف إطلاق النار ولا ما بعدها، ولذلك أنا أعتقد أنهم لن يوقفوا إطلاق النار من جانبهم، ولذلك من الطبيعي أن تستمر الشرعية والمقاومة في مواجهتهم ما دام وهم ليس لديهم حصنية وليسوا مستعدين لحق دماء اليمنيين. نعم، طيب أستاذ رشاد، بالنسبة للمفاوضات القادمة، هل تتوقع أن يعني أن يذهب أو تذهب الحكومة قبل فك الحصار عن تعز، خاصة ونحن يعني نستغرب الحديث عن بجدية في لحظات معينة عن فك الحصار عن تعز وتحرير تعز، وأيام تأتي وتهدأ الأمور ولا نسمع بذلك الحماس، كيف يمكن أن يذهبوا للمفاوضات دون أن تكون تعز محررة؟ نعم أختي العزيزة، صحيح، تعز هي الرهان الذي قائم في مفاوضة جنيف 2، ولذلك هم يسعون لفرض السيطرة واستعادة ما قدروا عليه أو ما استطاعوا أن يسيطروا عليه من المحافظة، وفي المقابل كان يفترض أن تقوم الشرعية بدعم ومساندة من التحالف العربي لتحرير تعز وإنهاء ما تبقى للميليشيا في تعز. إن شاء الله أمامنا أيام وستكون فيها انتصارات، اليوم هناك انتصارات كبيرة جدا في جبهة الشرقية وهناك تقدم كبير للمقاومة، إن شاء الله اليومين القادمين سيكون فيها أخبار جيدة، لكن نتمنى أن هذا السلطة يكون لها موقف واضح اتجاه ما تتعرض له تعز من اعتداء مستمر للشهر الثامن، وأيضا حصار خانق حتى اليوم. اليوم تعز منذ 4 أسابيع يمنع دخول السيارات إليها من مداخلها الثلاثة، يعجز الناس عن الوصول إلى تعز والخروج منها بالسيارات تماما وبشكل قاطع، وهذا حصار لم تشهده أي مدينة من قبل في العالم كالذي تشهده مدينة تعز للشهر الثامن على التوالي. نعم أستاذ رشاد، ابقى معنا، سأعود إليك ولكن بعد أن ننتقل للأستاذ محمد عثمان. وبداية يعني أعتذر لك وللسادة المشاهدين عن رداءة الصورة من المصدر أستاذ محمد. أستاذ محمد، يتحدث الأستاذ رشاد عن تعزيزات تقوم بها الميليشيا ما زالت حتى الآن، هناك تعزيزات عسكرية وحشد بشري أيضا، لما كل هذه التعزيزات؟ كيف تقرأها أنت من خلال يعني الحديث عن هدنة والحديث عن الذهاب إلى المفاوضات؟ نعم أختي،
جماعه الحوثي هم يراهنون على الارض، يعني هم ليس لديهم اي شرعيه او تأييد لا شعبي ولا دولي ولا شيء، فهم يريدون بسط الامر الواقع، فهم يريدون ان يقووا موقفهم على الارض بحيث يكون، لانه حقيقه هو على طاوله الحوار السياسي من له القوه على الارض يستطيع ان يفاوض ويستطيع ان يفرض راي معين او وجهه نظر معينه. لذلك نحن اليوم في 7 ديسمبر، والحوار على فرض انه سيعقد في نصف هذا الشهر، يفترض خلال الاسبوع هذا ان الشرعيه والحكومه الشرعيه وكذا تكثف من دعمها للمقاومه وتقوم بطرد ميليشيات الحوثي من ابواب تعز ومن الجيوب المحيطه في تعز، وكذلك بسط السيطره على المحافظات المحرره واحتواء، هناك خطوات، هناك تقصير حدث، يجب احتواء عناصر المقاومه لتامين المدن، يجب العمل بجديه وبوتيره عاليه حتى نذهب لمفاوضات جنيف ونحن أقوياء على الأرض وأقوياء لدينا شرعية دولية وشعبية من كل الاتجاهات. لكن جماعة الحوثي بالطبع هم الآن يحشدون كم بشري هائل باتجاه تعز، يرمون بأتباعهم المغرر بهم إلى الموت ولا يأبهون لهم، يريدون أن يقوون موقفهم على الأرض ويريدون أن يسجلوا أي انتصارات على الأرض. هذا بالطبع شيء وارد جدا. طيب أستاذ محمد، يعني هل تعتقد أن مثلا الاغتيالات المكثفة التي حدثت في عدن وأيضا خلال اليومين الماضيين، هل يمكن أن يكون لها تأثير على المسار التفاوضي؟ حقيقة الحوثي وعلي عبد الله صالح سيحاولون هم أصلا اصطنعوها ليستثمروها في الحوار القادم وعلى في جنيف 2، يعني هي ستكون من ضمن الاوراق واليافطات التي سيرفعها جماعه علي عبد الله صالح والحوثيين هناك، سيرفعون هذه الدور، سيحاولون تسويقها للمجتمع الدولي وللامم المتحده ان هناك ارهاب وهناك داعش. لكن اظن الدبلوماسيه اليمنيه والحكومه الشرعيه بقياده الرئيس عبد الرب منصور هادي وبحاح وكذلك انا عندي امل كثير بوزير الخارجيه الجديد عبد الملك المخلافي انهم سيوضحون للعالم حقيقه ما يحدث هناك، سيوضحون ان نقطه انصار الشريعه ونقطه القاعده في احد الصور المنتشره يضعون صوره علي عبد الله صالح على البرميل نسوها سهوا او كذا، فيجب ان يوضحوا الصوره للعالم انه لا يوجد عندنا ما يسمى داعش او قاعده او ما شابه، هم شباب يغرر بهم اضافه الى عناصر استخباراتيه مدسوسه من الامن القومي واتباع علي عبد الله صالح، هي من ضمن الاوراق التي يعتبرها علي عبد الله صالح والحوثيين اوراق رابحه على المستوى الدولي سيفاوضون بها. أن نحن نعرف أن المجتمع الدولي مشغول بالحفاظ على مصالحه وأمن بلدانه، فيخاف من ما يسمى الإرهاب، عندهم الآن فوبيا داعش، فحتى لو كان لا يوجد داعش فإذا استطاع الحوثيون وعلي عبد الله صالح أن يصوفون هذه الورقة ممكن أن تكون بصالحهم هناك. لكن أظن أن يجب كشفها للعالم أنه ما يحدث في اليمن هو صراع بين شعب مدني اضطر لحمل السلاح ومقاومة لمواجهة ميليشيات اغتصبت الدولة وتريد تركيع الشعب هذا. يجب أن نوصل هذه الفكرة للعالم ويجب أن تسوق، وأيضا يجب أن نشتغل على الأرض أيضا. طيب أستاذ محمد، سأعود إلى الأستاذ رشاد. أستاذ رشاد ما زلت معي؟ نعم معي. طيب أستاذ رشاد، برأيك أنت أستاذ رشاد، لما يطلب من هذه الإعلان عن هدنة وإغفال الطرف الآخر؟ أليس يعني مثلا لو قلنا أن هذه يمكنه الطلب من قوات التحالف أن توقف القصف كما حدث في المرة السابقة، لما لا يوجه أيضا الحديث لجماعة الميليشيا الحوثي بأن تتوقف أيضا وأن تعلن هدنة من طرفها؟ بداية أريد أن أشير إلى ما ذكره الأخ محمد عثمان، هناك عملية تسويق هي قائمة ومستمرة، وليس أنهم سيسوقون في المستقبل، هم من خلال تصريح الناطق الرسمي لجماعة الحوثي محمد عبد السلام، ذلك بدأ عن أنهم يريدون استغلال العمليات الاغتيال التي قد يكون لهم يد كبيرة جدا فيها في عدن وفي غيرها، وأيضا ما حدث في أبيان هم يحاولون استغلالها
ويعملون على استغلالها ومقدمون انفسهم اصلا انهم محاربون الارهاب ويكافحون الارهاب ويستخدمون الجماعات الارهابيه كاداه من ادواتهم لاستعطاف المجتمع الدولي انهم النقيض لهذه الجماعات فيما هم يمارسون ذات العمل الارهابي ولا يستبعد ان هذه الجماعات الارهابيه هي خرجت اصلا من تحت عباءة هذه الميليشيا وتحديدا عباءة المخلوع وإيران كدولة خارجية. أما بالنسبة لموضوع إطلاق النار فالرئيس عبد الرب منصور هادي هو ممثل السلطة الشرعية ومن الطبيعي أن يوجه إليه ذلك، لكن المقاومة هي ليست ملتزمة إلا بما يحدث في الميدان، لا يهمها أن يعلن إطلاق النار من جانب وتترك الفرصة للميليشيا لتقوم بالاعتداء واستمرار الاعتداءات ولا توقف من جانبها. أنا أعتقد أن هناك موافقة من قبل ميليشيا الحوثي أبلغت بها الأمم المتحدة قبل السلطة اليمنية، أبلغت الأمم المتحدة أنها موافقة على وقف إطلاق النار، وهذا الموقف الأممي هو من جانب أن الطرف الآخر هو موافق أصلا على وقف إطلاق النار، لكن الموضوع الأهم هو من سيلتزم بهذا وقف إطلاق النار؟ نعم. هل الميليشيا وصلت إلى مرحلة الاستعداد لوقف إطلاق النار وحقن دماء اليمنيين، أما أنها تمارس عملية المراوغة وأسلوبها المعتاد في المراوغة والإعلان عن قبولها بقرارات والتوقيع عليها في الوقت الذي هي تقوم على أرض الواقع بعمليات اعتداءات وتحقيق انتصارات وإنجازات على أرض الواقع كما حدث منذ كانت في دماق وحتى عمران والعاصمة صنعاء وصولا إلى تعز وعدن. نعم، إذا اسمح لي ضيفي العزيزين الأستاذ رشاد والأستاذ محمد أن نذهب لهذا الفاصل القصير ونعود بعده لاستكمال حلقتنا من المساء اليمني لهذا اليوم. عودة إليكم مشاهدينا الكرام وأعود إلى الضيف عبر السكايب محمد عثمان من الدوحة. أستاذ محمد، يعني هناك من يرى أن على الحكومة أن تذهب إلى جنيف اثنين دون اشتراطات حتى تثبت حسن نيتها أمام الشعب اليمني وأمام المجتمع الدولي، وهناك من يرى أنه لا يجب عليها الذهاب في مفاوضات خاسرة بدءا إلا أن بعد أن تضع شروطها كاملة وأن تطبق بعض هذه الشروط المعتمدة على قرار 22/16. إلى أي الرأيين تميل أنت؟ والله حقيقة أنا أميل إلى أنه أنا أولا شايف أنه الحكومة منذ اللحظات الأولى وباب الحل السياسي مفتوح وطاولة الحوار مفتوحة لجماعة الحوثي وعلي عبد الله صالح يأتون، والحكومة مرحبة بهذا الكلام منذ البداية. فأنا أرى أنه بما أن الدعوة أتت والدعوة لهدنة ولجنيف اثنين ولطاولة الحوار، فبوجهة نظري لكي نصل لحل سياسي ولكي أصلا نطرح هذه الجماعة أمام العالم وأمام الشعب وأمام الجميع، لا أرى أن الحكومة تمتنع ولا تنتظر من الحوثيين أنه لابد أن يوافقوا على كذا، تذهب لطاولة الحوار، لا مانع من هذا من هذه الخطوة، خصوصا أن بس يجب أنه قرار 22/16 لا تنازل عن ولا عن اي نقطه من نقاطه او بند من بنوده، لكن مش فارقه بالاخير، احنا الان نريد ان نوقف نزيف الدم، نريد ان نحافظ على ما تبقى من اليمن، ما تبقى من بقيه المحافظات. جماعه الحوثي وعلي عبد الله صالح لن يذهبوا للحوار ومستسلمين، هم الان يحاولون على الارض، يحاولون ان يقتلوا، يحاصروا، يدمروا حتى يتمسكوا على أجزاء من الأرض ليذهبوا هناك وموقفهم قوي، لكن الحكومة لا مانع أن تذهب، فالحكومة لكن وجهة نظري أنه يجب أن تشتغل بالشقين، الشق العسكري على الأرض تدعم المقاومة وتحتويها ضمن الجيش الوطني خصوصا في المناطق التي حررت، يعني أنا لاحظ أنه مثلا في عدن وفي غيرها لم يتم احتواء كافة أفراد المقاومة للجيش ولتأمين عدن وغيرها، وترك ذريعة لجماعة الحوثي وجماعة علي عبد الله صالح. نحن الآن مع أنه في قرارة أنفسنا نحن لا نثق بجماعة الحوثي وعلي عبد الله صالح، ولكن أنا أميل إلى أنه نضع هذه الجماعة أمام العالم أنه الحكومة موافقة على الحوار وموافقة على الجلوس على طاولة الحوار لمناقشة آلية تنفيذ القرار 22/16.
نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ محمد عثمان الأكاديمي والناشط السياسي، كنت معي عبر السكايب من الدوحة. مشاهدينا الكرام، ينضم إلينا الآن عبر الهاتف العميد ركن سمير الحاج الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة. مساء الخير سيادة العميد. مساء النور أختي العزيزة. سيادة العميد، يعني بحسب ما أعلن من ولد الشيخ بأن هناك ربما هدنة سيتم الإعلان عنها في 15 من هذا الشهر، هل يمكن أن تشمل هذه الهدنة الطرف الآخر أيضا؟ هل يمكن أن يفرض عليه أيضا الهدنة على أبناء تعز وأن يفك الحصار ولو جزئي على أبناء المدينة؟ على أي حال أختي العزيزة، من حيث نحن نريد أن نوصل أولا رسالة، نحن لسنا دعاة حرب، لا الجيش ولا الحكومة ولا المقاومة، ولم يعتدوا على أحد. نحن في الأخير كل المناطق في اليمن هي عبارة عن تدفع عدوان همجي غاشم يفرض رؤيته الانقلابية بالقوة وجميع الأساليب التي بين يديه، مسلحة سياسية، أساليب كما يسمى عملية قذرة إلى آخره. فنحن من حيث المبدأ لا مشكلة لدينا أن يكون هناك يعني إيقاف لنزيف الدم، لكن أعتقد أن هذه هي ربما نقول الحلقة الرابعة أو الثالثة أو الخامسة من مسلسل الكذب على العالم، مش الكذب على اليمنيين فقط. طيب لما يعني معروف هذا الموقف سيادة العميد، يعني ليست الحكومة الشرعية من بدأت بعدوانها، ليست من حاصرت تعز، ولكن يعني لما اذا لا يوجه الخطاب لجماعه الحوثي بهذه الهدنه، ان توقف ان تعلن هدنه على ابناء تعز على الاقل يعني وعلى بقيه المحافظات؟ هذا السؤال الكبير اختي العزيزه، احسنتي، هو اللي ينبغي ان يطرح على ولد الشيخ ويطرح على الامم المتحده ويطرح على العالم كله. من الذي يعتدي ومن الذي يوقف اطلاق النار ومن الذي ينبغي ان يعني يتوقف عن قتل الابرياء والمدنيين والناس في المدن والقرى؟ على أي حال نحن نقول أنه هذه الهدنة إذا ما أعلن عنها وقامت جماعة الحوثي بفعل إيجابي وسحبت قواتها وفكت الحصار عن المحافظات المحاصرة مثل مدينة تعز وأيضا بقية المدن مثل الفديدة وحجة والمشويت وصنعاء إلى آخره، إذا استطعنا أن نصل إلى هذا فلا مشكلة لدينا. أما نحن سنظل لا نؤمن بهذه التفاهمات حتى نرى مصداقيتها على الأرض. طيب، أعتقد أن المصداقية على الأرض لا توجد نهائيا حتى اللحظة. نعم. طيب سيدة العميد، يعني في تصريح محمد عبد السلام عند الحديث عن جنيف 2 في الشهر الفائت كان يقول بأنه لا علاقة لما يحدث في أرض المعركة عن بالمفاوضات، المفاوضات جهة وما يحدث في المعركة جهة. هل أنتم كجيش وطني ومقاومة ملزمون بقرارات المفاوضات أم أن المعركة أيضا ستستمر ولا علاقة لكم بما يجري في المفاوضات؟ نحن نؤكد على حديثه أيضا، لا علاقة للمفاوضات بدفع العدوان ودفع الإجرام عن المحافظات اليمنية وإلغاء الانقلاب ودفع هذا الانقلاب. سيستمر الفعل العسكري حتى إذا ما رأينا أن هناك فعل إيجابي حقيقي لإخراج هذه البلد من هذه المحنة التي وضعوها فيها، سنكون متجاوبين بأمر الحكومة والدولة. وإذا لم يتم، وأنا أعتقد أن هذا هو الأكثر والذي أرجحه، فأعتقد المعارك ستستمر، لن يؤثر فيها أي شيء، لا يعنينا هذا الحديث حول هذه المفاوضات بشيء. نعم. طيب سيدة العميد، ما هي مستجدات الوضع الأمني في عدن الآن، وهل يمكن للأحداث الأخيرة أن تؤثر سلبا على مجريات المفاوضات؟ أنا في اعتقادي أن الوضع الأمني ليس بهذا السوء الذي ربما تصورناه خلال اليومين، رغم أننا تعرضنا لكارثة كبيرة باغتيال المحافظ رحمه الله وهو أحد أبطال المقاومة والجيش الوطني. أعتقد أنه ربما الآن الإجراءات بدأت تأخذ جوانب احترازية أكبر وأشد مما كانت عليه. نحن نمر بظروف ما بعد المعركة، وقد قلت هذا كثيرا، لدينا بعض النقاط ربما الضعيفة، المخلوع والحوثيين قاموا بزرع عشرات بل مئات النقاط الرخوة التي تؤثر على مسار الأمن في كل المناطق وليس في عدن فقط، ومن ثم أنا أعتقد أن الأمور ستسير بشكل أفضل إن شاء الله. نعم، إذن شكرا جزيلا سيادة العميد الركن سمير الحاج الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. عودة أخيرة لك أستاذ رشاد، هل ما زلت معي أستاذ رشاد؟ نعم معك اختي. طيب استاذ رشيد، يعني الا ترون انه كان لابد من تمثيل للمقاومه في الوفد الذاهب للمفاوضات؟
الوفد الذي ذهب للمفاوضات هو يمثل مختلف الأطياف السياسية اليمنية وخاصة المشاركة في حكومة الكفاءات، وهذا ما أعتقد أن المقاومة هي عليها الفعل الميداني وأن تقوم بذلك، وهي من يفرض القرارات. وإذا كان هناك أي تنازلات يقدمها الوفد المفاوض فيفترض أن المقاومة ترفضه، وأما إذا وضعت المقاومة ضمن المفاوضين فإن أي توقيعات ستكون ملزمة لها. لكن في هذه الحالة القائمة الآن فهناك سلطة شرعية الجميع يعمل لأجل استعادتها وتقويتها وتعزيزها، هي التي تفاوض وتمثل مختلف الأطراف السياسية، فيما المقاومة تقوم بفعلها الميداني. وإذا كان هناك أي تجاوزات أو تنازلات من قبل المفاوضين والسلطة الشرعية فالمقاومة هي من ستضع حدا لهذه التنازلات وتوقفها عند حدها. وأنا أعتقد أن عدم مشاركة المقاومة في أي مفاوضات من مثل هذا القبيل فهو لصالح المقاومة ولصالح القضية الأساسية وهي استعادة الشرعية وتحرير المدن وإنهاء الاستثنائية الذي تعيشه البلد. طيب يعني بهذا الشكل أستاذ رشاد، هل تقول يعني بأنه إن حدثت تنازلات ولو بسيطة يعني لم تكن في صالح المقاومة أنها سترفضها وستستمر في معركتها بهذا الشكل، يعني أنه لا سيطرة على المقاومة من قبل الحكومة الشرعية؟ عزيزة، المقاومة هي التي خلقتها، هي الأحداث الموجودة على الأرض، ومهمة الدفاع عن الأرض وعن البشر الذين يتم الاعتداء عليهم من قبل الميليشيا. هي المقاومة على صلة وعلى صلة وثيقة بالسلطة الشرعية بالتأكيد، وهي تعمل في إطار الشرعية، لكنها شرعيتها تستمدها من الميدان الذي تقدم التضحيات فيه، ولا يمكن أن يكون هناك أي تعارض أو تناقض ما بين المقاومة والسلطة الشرعية. السلطة الشرعية هي ممثل سياسي وتقوم بعمل مهم جدا، ونحن نسعى إلى تعزيزها وتقويتها، لكن المقاومة فعلها فعل ميداني، وهي من يفترض أن تكون السلطة الشرعية خاضعة لقراراتها وتعمل حساب لما تريده وللتضحيات التي تقدمها، وأن لا يكون هناك أي تنازلات تخرج عن الأهداف الأساسية الممثلة في إنهاء الانقلاب واستعادة الوطن كله وليس مناطق معينة، ولكن الوطن اليمني كله استعادته من قبضة هذه الميليشيا التي تعمل لصالح دولة أجنبية، وأيضا استعادة مؤسسات الدولة وبعث الروح فيها وإعادتها للجاهزية مرة أخرى لتكون مؤسسات دولة تمثل كل اليمنيين ولا تمثل عصبية معينة أو قبيلة أو جماعة أو مذهب أو غيره. طيب أستاذ رشاد، يعني في حال ذهبت الحكومة دون تطبيق ولو جزئي لقرار 22/16 وهو الانسحاب الكلي من المدن المسيطر عليها أو التي يوجد فيها اشتباكات مسلحة، ألا تشعر المقاومة بأن هناك خيانة لفعلها؟ يعني هي من تقوم بالدفاع عن الشرعية، هي من تخسر الدماء وشبابها، وفي الأخير يذهب المفاوضون لأجل يعني تسويات سياسية ربما لا تعنيها؟ أختي العزيزة، ما هو معلن حتى اللحظة من خلال تصريحات قيادة الدولة ومن خلال تصريحات أيضا رئيس الوفد الأستاذ عبد الملك المخلافي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، جميعها تؤكد أن المفاوضات هي تجري فوق على أساس القرار مجلس الأمن 22/16، وهذا هو ما نريده. القرار ينص على تسليم السلطة للسلطة الشرعية، إنهاء احتلال المدن، تسليم السلاح للسلطة الشرعية، وإنهاء اختطاف المعتقلين السياسيين والإعلاميين وغيرهم. هذه كلها أمور نحن نتفق عليها. أنا لا أعتقد أن السلطة الشرعية التي تبحث عن أن يكون لها امتداد شعبي أنها ستتنازل عن مثل هذه الأمور، ولا يمكن أن تتنازل. في حال أنها تنازلت عن هذه الأمور فمن الطبيعي أن ترفض المقاومة أي تنازلات قد تخرج عن المسار الحقيقي لهذه المقاومة التي خلقت ووجدت
شهدت لأجل الدفاع عن الشرعية. نعم. وأيضا استعادة البلد المختطف والدولة المختطفة. إذن يداهمنا الوقت أستاذ رشاد الشرعبي المسؤول الإعلامي للمجلس التنسيقي للمقاومة بتعز، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض، شكرا جزيلا لك وشكرا جزيلا لضيوفي الذين كانوا معنا في المساء اليمني لهذا اليوم. كما هو لكم مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، إلى أن نلتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.